عاد يا علته بطيبه ونعيد اصايلنا لراضي. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمك اللهم نستعين ومنك يا الله نطلب السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين. في هذه اللحظات نحيي حضراتكم باجمل واطيب التحايا والترحيب، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله مساكم بكل خير وبركة ومحبة من هنا. وفي هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، أتقدم بالشكر الجزيل لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أطال الله في عمره يا رب العالمين. والشكر لولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يحفظه الله ويرعاه. الشكر لوزارة الرياضة الممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ترك الفيصل، شكرا لسمو الأمير رئيس الاتحاد السعودي للهجن سمو الأمير فهد بن جلوي، شكرا الاتحاد السعودي للهجن. هكذا وعلى بركة الله وتوفيقه تعلن شارة البدء والانطلاق لشوطنا الأول، أول أشواطنا للحيل، أشواطنا المفتوحة مع رحلتنا الاستثنائية ألا وهي الخمسة كيلومترات. هي الحكاية والرواية يا من تتابع ويا من تشاهد، أشواطنا ما قبل الختام لهذا التمهيدية. شاهدنا وإياكم أيام كانت مثيرة وممتعة مع الأصايل وتحديات الأصايل، وسنشهد وإياكم بعون من الله سبحانه وتعالى مع أشواط الماراثون في يوم القد بإذن الله تعالى. أنطلق وأسير البداية لنتابع وتتابعون، نسير بحضراتكم بالتنقيب عن الذهب وعن الأسماء المتواجدة والباحثة والطامحة عن النوماس وعن الانتصار، حاضرة بين أقطاب وأركان هذا الميدان في مهرجان سمو سيدي ولي العهد الأمين 2022. نتابع بداية الشوط ومقدمة الشوط مع اندفاعات وتحديات الهاشمية، من تتقدم في هذه اللحظات؟ أو هنا مشاهدين الكرام، هنا طليعة هجن المركاب بقيادة خميس بن سعيد بن صالح الزرعية مع هجن المرقاب مع بداية الشوط ومع مقدمة الشوط في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء مع اندفاع الطليعة. بينما المركز الثاني وصلت الهاشمية ومشعل بن حسن عبد الله آل زيد الشريف يقدم لنا الهاشمية ممثلا لأبناء المملكة العربية السعودية. أبناء هذا الميدان يطالبونك بنماس هذا الشوط، من يحتل مركز الوصافة؟ بينما الأسماء القادمة والواصلة في هذه اللحظات نتابع ثالث الأسماء وثالث التحديات في هذه اللحظات. وصلت السايحة وسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة. نرحب ونحيي بالأشقاء، نرحب ونحيي بجميع الضيوف المتواجدين والحاضرين بالمشاركة في هذا المهرجان. بينما رابع الأسماء نتابع
الدعوة تتابعون وصول من سعيد بن بطية بن محمد المري يقدم لنا نفل على المركز الرابع قادمة من دولة قطر من ميدان التحدي. بينما خامسا أرى وأتابع اللي تحتل المركز الخامس وصلت سلسبيل بشعار هجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا سلسبيل بالقيادة وبالريادة. هكذا هي الخماسية الماسية. نعود بحضرتكم من نداءنا الأول ونتحول إلى بداية الشوط إلى مقدمة الشوط مع اللي بدأت تغادر وتحلق في سماء هذا الميدان بهذا المساء الجميل. حلقت هجن المرقاب باندفاعات وتحديات طليعة مع بداية الشوط ومع اندفاعات وتحديات هجن المرقاب. هنا هجن المرقاب مع صدارة الشوط مع مقدمة الشوط. أبناء دولة قطر أبناء الشحانية سمو الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر الثاني من هنا يقدم لنا اندفاعات وتحديات طليعة وبقيادة وبالريادة. هنا من يتابع طليعة خميس بن سعيد بن صالح الزرعي يتابع لنا هذه البطلة. بدأت في هذه اللحظات تغادر وتحلق في سماء هذا الميدان. بدأت بالابتعاد الكلي عن بقية الملاحقين وعن بقية المطاردين مع هذا الفارق الكبير. يا مخرجنا عطنا المركز الثاني عطنا ثاني الأسماء. وصلت في هذه اللحظات واحضرت هنا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل هنا باندفاعات هنا وهنا السايحة في هذه اللحظات تتقدم بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم ومحمد بن سعيد بن علي بن حلو الاكتبي. ولكن اسمحوا لي أن أعود مع البطلة. من بدأت تغادر من بدأت في هذه اللحظات تستفتح لائحة الكيلو الأخير الكيلو المثير مع اندفاعات وتحدي الطليعة. راحت الطليعة روح وطارت مستديرة بنوماسي هذا الشوط مع هجن المرقاب. هجن المرقاب بدأت تحلق في هذه اللحظات وحيدا بكل قوة وبكل جدارة. طارت بنوماسي هذا الشوط مع الاندفاع الكلي مع المغادرة والمبادرة. باي باي لجميع الملاحقين والمطاردين لهذا الشعار لهذه البطلة. طليعة وهجن المرقاب بدأت بالاقتراب إلى النوماس وإلى الانتصار من دون يوامر ولا تعليمات مع شعار سمو الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر الثانية مع طليعة والأمتار المجنونة. من القادم من الوصف وصلت الشحانية يا الأمتار المجنونة. ولكن طليعة تحركت بمخزونها التام بجيناتها الأصيلة. تحية لهجن المرقاب ولمالك هجن المرقاب. تهانينا وألف مبروك هنا مع طليعة بشعار هجن المرقاب وبقيادة خميس بن سعيد بن صالح الزرعي. تهانينا والف مبروك لهم على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني سلسبيل مع هجن الشحانية وثالث الأسماء السايحة من تحت المركز الثالث بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. ورابعا سعيد بن بطي بن محمد المري مع نفل. وخامس الأسماء مشاهدينا الكرام نتابع وإياكم في هذه اللحظات خامس الأسماء مع مخرجنا في هذه اللحظات. نعود بحضراتكم مع التوقيت الزمني ولحظة وصول طليعة قاطعة مسافة 5 كيلومترات ونهني مالك طليعة هجن المرقاب
وبقيادة خميس بن سعيد بن صالح الزرعي. تهانينا والف مبروك. نشاهد وياكم في هذه اللحظات لحظة وصول طليعة وتوقيتها الزمني. في هذه اللحظات نتابع وتتابعون في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء مع التوقيت الزمني في هذا الشوط مع أول أشواطنا في هذا المساء. نشاهد وياكم مع مخرجنا التوقيت الزمني في هذه اللحظات وتوقيت طليعة 8:14 92 جزء من الثواني. بينما المركز الثاني سلسبيل بشعار هجن الشحانية 8:15 و24 جزء من الثواني. المركز الثالث السايحة بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وتوقيت السايحة 8:24 82 جزء من الثواني. المركز الرابع شعار سعيد بن بطي بن محمد المري مع نفل. وخامسا الهاشمية بشعار مشعل بن حسن بن عبد الله زيد الشريف. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. نهني هجن المرقاب لانتزاعها الأول الأشواط في هذا المساء مع أشواطنا المفتوح. متواصلين ومستمرين بحضراتكم مشاهدينا الكرام شوطنا القادم أول أشواط الزمول المفتوحة بصوت الزميل عبد الرحمن بن هديان العتيبي. يا معاني العمر نصخبه ويا ما مشينا في مشاهيها رد الجمايلها وتثريبه ايش قود الارض الموت تطويها.